يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بتعظيم شعائر الله في قوله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ جميع، المراد بشعائر الله جميع شرائع الدين، يعظمها ويحترمها ولا يتهاون بشيء منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ومنه تعظيم الشعائر في الهدي، في الهدي، هدي التمتع والقران، هدي التطوع، انه يقدم شيء من احسن بهيمة الانعام، ما يقدم شيء هزيل ولا شيء ردي، هذا من تعظيم شعائر الله. نعم. تعظيم حرمات الله ايضا يعظمها ويخاف منها ويتجنبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحد الدعاة فسر هذه الآية هي قوله سبحانه ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، فذلك من تحريم شعائر الله، تحريم المشاعر، شعائر الحج، العمرة، عرفة ومنى ومزدلفة والبيت الحرام والمسجد الحرام، يعظمها، يعظم الحرم فلا يعتدي فيه ولا يسيء في الحرم ولا يؤذي الناس ولا، هذا من تعظيم شعائر الله. نعم.